اللي اعمارهم في الاربعينات من اول نشوفه كبير يعني كشكل وكهيئه ويختلفون عن اللي في الاربعينات الحين مره اختلاف. يعني اول الاربعين واضح يعني بطن وكبك مقوى وكم وسيع ومخابيه تقول ثايرن فيها لغم مخبات اللي قدام كذا وفيها ذاك الكرت اللي تعبي ثلاث مرات يغسلون لك السياره ذاك الكرت الازرق يا الله وعشان واشف ولا عاد يلبس سروال طويل خلاص في الاربعينات يعني ومخلص من الصندوق العقاري وحين قاعد يبني استراحة ومتوجه فلان العلاق الحين عيال داخل الاربعينات تيشيرت موف عادي تو واحد تو جايب ولد واحد تو ما تزوج تو رايح يزرع يعني حتى الحريم يعني اللي في الاربعينات اول ما حرمه في الاربعينات اول حرمه اللي في الاربعينات تلقى ناسي وش اسمها لان من يوم عمره 16 ينادون ام عبد الله قاعد عمره 48 ولد الكبير عمره 53 خلاص عبد الله وين الله المستعان مرت ولدهم من سنين الحين اربعينات يا الحين 21 تقول طالع فيني خط عاد ما عاد تدري عنها طالع خط 21 طقة فلتر كم تعطيني عمر ما في إبرة ما دقتها كم يعني إنك ما تبدأ وجز يعني كذي أنا دخل في ذا الموضوع بس والله جاء في بالي يعني يوم العيال بدأوا يشطفون أربعينات شوف ناس في أربعينات تغير الوضع عندي يعني عادي توه في أربعينات توه حياة جديدة وتوه يعني للمفارقات يعني ما في احد احسن من احد لا ذوليك احسن ولا ذولي بس يعني اربعينات اول خلاص يعني يحتل ذا 25 سنه تخلص وعلى خير ويتوفى ولا مرز بيت عنده وعيال عنده وظيفه بس يقول كذا المعامله تنحل خبره وعنده استراحه وارضين متظاهرات العيال يقول كان بيلاند بس ما حصل مع كابرس بوكس في النص خشبي ذا وسافر واخوياه نفسهم ويقول هذول اخويا من ايام المصلحه عمره 9 يوم توظف شركه بكات لين داخل الحين عيال 40 داخل ستاربكس وربطه قام عمرك 43 ما بقول انت اشتغل 40 انت لا امن حياتك كلها تعرفوا لي احد في ستيسي جاء رجال كبير ما عندك علاقات ولا عندك